حي طراب وعندك الباب هاو طار بواحد 300 متر الباب 300 متر والحيوط طاروا راك تشوف فيهم الحيوط نصلوا الحيوط طرابوا فيه كامل يعني. زوج في المستشفى زوج في المستشفى عندي زوج خوات هكا في زوج في السبيطار ونتمنى يجيب لهم ربي الشفاء ان شاء الله وساكنين غير في فرد الدار هذه حاجه ربي قضاء وقدر الانسان يرضى بالقدر تاع ربي سبحانه والوالده ما عندهاش شهر من اللي توفات لحد هذا الاسراء الحمد لله جا سلامات هكا ونطلب من السلطات يعاونوه لانه يتيم وخواتاته يتامى انسان زوالي ونطلب من الجيران ثاني نوقفوا معاه وقفه مليحه ونعاونوا الشيء اللي قادرين عليه.